السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فيه أدوات كتيرة جدا متخصصة في الذكاء الاصطناعي. فهنلاقي حاجات مثلا AI become a singer، هنلاقي فيه حاجات تحويل الصور أو إن أنا أقرأ الكلام اللي موجود في قلب الصورة، أو إن أنا أحول صورة لأغنية أو لصوت. تعالوا نشوف مع بعض كده. خلينا نختار مثلا AI become a singer، بيقول لي اختار اللغة اللي انت عايزها. upload your selfie، المفروض ان الصورة كلها ملتقطة سيلفي. ما اعتقدش ان انا عندي حاجة زي كده، بس خلينا ناخد مثلا اي صورة عادية. الكلمات هتكتب له بقى الكلمات، يبدأ بقى هو يعمل لك الأغنية. طيب في حاجات تانية ايه؟ مثلا يعمل لك صورة من تكست، تكتب انت وصف لحاجة معينة فهو يبدأ يكون لك الصورة ديت. فهقول له جنريت فعمل لنا الصورة ديت. في حاجة تحويل الصورة للأغنية أو لصوت، أي صورة أنت عايزها هو بيبدأ يعمل لها الموسيقى بتاعتها. وليكن مثلا صورة زي كده، فبتختار بقى اللي هو اللغة والصوت مين اللي هيغني والحاجات دي كلها، وتقول له اعمل لي الاغنيه ديت او اعمل لي الصوت دوت. وده مثلا بيكتشف الكلام اللي موجود في الصوره، يعني اي صوره صورتوها في اي كلام موجود فيها يبدا ان هو يستنتجه ويبدا ان هو يكتب لك الكلام دوت، يعني يطلع لك التكست اللي موجود في الصور. فالادوات ديت ان شاء الله يعني فرصه ان احنا نجربها ان شاء الله.